تحبوا نسخن بالتشكيل المتوقع ولا عايزين تبتدوا بايه؟ اللي انت عايزه برضو. ها يعني تشكيلة المتوقعة كده للأهلي وللزمالك. زمالك الأهلي كمان عنده غيابات في اللقاء، زمالك غياباته بقى لها فترة، إنما الأهلي عنده مثلا مؤثر قوي إنه عمرو السولية مش موجود، فأنت قادر تشوف إنه برونو سافيو مش موجود، معرفش هل ده يكون مؤثر ولا لأ. الخط الخلفي كله، الخط الخلفي كله متولي طبعا للإيقاف، وياسر إبراهيم نفس القصة. فخلينا نبتدي من الجزئية ديت. هو اكيد الغيابات هتبقى مؤثرة بشكل كبير جدا ايا ما يكون، حتى لو اتكلمت على لاعب زي برونو سافيو، كان سؤالك ان هو حتى غياب برونو سافيو هيبقى مؤثر ولا لا. عارف، لو مش مؤثر على صعيد برونو سافيو تحديدا هو كقيمة فنية، فهو مؤثر في ان الخيارات قلت. بمعنى طول ما برونو سافيو موجود وعبد القادر موجود وقفشة موجود، الفريق اللي قدامك محتار هتلعب ازاي. هل هتلعب بقفشه في رقم 10 وبرونو سافيو ناحيه الشمال، ولا هتلعب ببرونو سافيو وعبد القادر ناحيه الشمال؟ لكن غياب برونو سافيو حسم الموضوع، القصه انتهت، هيبقى قفشه وعبد القادر وحسين الشحات. فهو قلل حتى خيارات المباغته في 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 تشكيله الاهلي. تبدو تشكيله الاهلي شبه محسومه، يعني محمد الشناوي قد يكون المشاركه الاولى لخالد عبد الفتاح، الظروف بتقول ان خالد عبد الفتاح ممكن يبدا في الظهير الايمن. محمد هاني سمعنا من الماتش اللي فات ان هو كان هيبتدي وسط سموحه، بالظبط، خاصه ان هو لو كان عايز حتى يضم ايمن اشرف او يجربه كان ماتش سموحه كان اولى بالنسبه له، كان اولى يعني. لكن واضح ان هو يدخل محمد هاني كقلب دفاع، ورامي ربيعه هو ده مكانه الرئيسي، وعلي معلول ثنائي الوسط طبعا مع غياب عمرو السوليه. المفاجاه انه لو حط مروان عطيه من البدايه كراجل يقوم بدور رقم 8، بس ما اعتقدش انها تبقى فيه المباغتة دي من الأول.